على بركه الله وصلت بعثه فريق النادي الاهلي الى النمسا ظهر اليوم استعدادا لخوض معسكر اعداد خلال الفتره المقبله. المعسكر هيبدا من اليوم 28/8 حتى يوم 6/9، هيتخللوا اكتر من مباراه وديه، والبدايه هتكون بمباراه وديه خلال يعني يوم الاربعاء او الخميس بحد اقصى، ويمكن هتكون مع احدى الفرق في الدرجه الثالثه في النمسا. كولر عايز يبدا طبعا بالتاكيد مع فريق متوسط او اقل من المتوسط في المستوى. انت لسه بتبدا فتره اعداد، مش طبيعي طبعا تلعب اول مباراه وديه ليك في الموسم الجديد بعد اسبوع من بدايه التدريبات بحمل بدني عالي او حتى بمستوى فني عالي، فلازم تبدا بمستوى كده بسيط شويه عشان تستعد بشكل جيد للموسم الجديد. لكن زي ما انتم شايفين على الشاشه وزي ما كانت معانا دلوقتي لقطات وصول بعثه فريق النادي الاهلي في النمسا، كل الكواليس وكل اللقطات وكل ما يتعلق ببعثه الاهلي في النمسا هتكون معانا فقط وحصريا من خلال شاشه قناه الاهلي وعبر كل البرامج خلال الفتره اللي جايه. الفريق الحمد لله وصل بسلامه الله، يمكن رحله السفر يعني كانت حوالي ساعتين ساعتين ونص، ما كانتش رحله طويله. الاجواء في النمسا حاليا اجواء مميزه جدا، النمسا تحديدا من الدول المميزه اللي تقدر تعمل فيها معسكر اعداد على اعلى مستوى. شفنا فرق اوروبيه كتير قوي الفتره الاخيره كانت بتعمل معسكرات اعداد في النمسا، حتى الدوري السعودي فيه اكتر من فريق كان عامل معسكر اعداد في النمسا. ودي لقطات النهارده كانت في مطار القاهره قبل السفر، ويمكن الاهلي استقل طائره خاصه للسفر الى النمسا. اول اللقطات وبدايه انضمام امام عاشور لصفوف الاهلي واول معسكر اعداد خلال الفتره اللي جايه، كمان عوده صلاح محسن، وجود كمان حمزه علاء، يعني اكتر من لاعب هيكون موجود خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر، كل اللاعبين باذن الله، حتى اللاعبين المصابين اللي يعني في الفتره الاولى ممكن ما يكونوش معانا في المعسكر الاعداد، الجهاز الفني فضل ان يكونوا موجودين، يعني ابرزهم حتى كمان عمرو السوليه عشان البرنامج التاهيلي، كريستو، احمد نبيل كوكا، اليو ديانج، بيرسيتاو. طبعا كلنا عارفين بعد المعسكر على طول هيبقى في سفر للعيبه الدوليه لمنتخباتها، علي معلول وكريستو، اليو ديانج، بيرسيتاو، كل اللعيبه اكيد اللي هتستدعى اللي يعني هتشارك في الاجنده الدوليه مع منتخبات بلدها سواء تونس، مالي، جنوب افريقيا. ميشيل يانكون مدرب الحراس، كابتن سامي قمصان مدرب الفريق، عضو الجهاز الفني الجديد كمان دكتور تامر ابو العنين، دكتور ورئيس الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، وطبعا شغل كبير جدا قام بيه الكابتن خالد بيبو خلال الساعات اللي فاتت. يمكن سبق البعثه بحوالي اسبوع كده، راح النمسا بص على المعسكر، شاف فندق الاقامه، بص على الجيم، شاف يعني ايه كل الامور المتعلقه بالتحضيرات للمعسكر. احمد عبد القادر نجم فريق الاهلي، محمود ده كهربا، نتمنى له يا رب موسم جديد وبدايه موفقه لكهربا مع النادي الاهلي. دي كانت اللقطات اللي في مطار القاهره، وكلنا عارفين ان الجهاز الفني كان محدد توقيتات محدده، مروان عطيه كمان، يعني التجمع امتى الساعه كام؟ كان التجمع حوالي الساعه 10 صباحا، ميعاد التواجد داخل المطار. قدامنا كمان عدد من لاعبي قطاع الناشئين، زعلوك واكثر من لاعب، وكمان كريم الدبيس موجودين في الفريق الاول. كلنا عارفين كمان ان القائمه الافريقيه خلاص هترسل خلال ساعات، فانت قائمه الفريق الاول بتتكلم في حوالي 28 لاعب او 27 لاعب بعد اعاره احمد قندوسي عضو الجهاز الفني الجديد السويسري اللي انضم لصفوف الجهاز الفني. الجاليه المصريه، والجاليه المصريه في اي مكان لما بتسمع بس ان الاهلي جاي هيعمل مباراه وديه ولا مباراه رسميه تلاقي الناس جايه من كل حته، فمجرد ما الناس عرفت بس الاهلي هيعمل معسكر اعداد في النمسا على طول الجاليه عرفت فندق الاقامه، عرفت الخط سير الفريق، فكانت على طول موجوده مع الفريق، وبالتاكيد يعني بتبقى حاجه بتسعدنا وبتشرفنا ان يكون موجود او عدد كبير جدا من جماهير الاهلي بتكون موجوده لاستقبال الفريق. في ناس بتسافر بتعمل معسكرات اعداد، لا بتسمع عنها حاجه ولا بتشوف لها صوره، ولكن مجرد ما الاهلي بيسافر زي ما انتم شايفين كده الاستقبال والجماهير، الشباب والبنات والرجال والسيدات، كل بيبقى حريص على استقبال الاهلي، وبالزي بقى كل واحد رايح بتيشيرت الاهلي وعلم الاهلي لتشجيع الفريق ومؤازرته في معسكر الاعداد اللي هيكون افضل توقيت وافضل اعداد قبل اول مباراه رسميه مع اتحاد العاصمه الجزائري. اللحظه دي على فكره بتبقى من اسعد اللحظات
اللي عند جماهير الاهلي لما بتستقبل فرقه الاهلي. عارف انت المشجع او المواطن اللي بيكون متغرب عن بلده، مجرد بس ما بتيجي حاجه كده من ريحه مصر، ما بالك بقى بالاهلي، بيبقى رد الفعل عنده غير طبيعي. انا في سفريات كتيره والله يا جماعه شفت الكلام ده، في ناس بتسيب اشغالها وفي ناس بتسخر كل وقتها لدعم الاهلي، عربياتها وكل تحركاتها وعلاقاتها، كل ده بتسخره من اجل النادي الاهلي، بتقدم خدمات. يعني شوفوا انتوا محتاجين ايه واحنا معاكم، احنا معاكم في اي تحرك، رايحين للتمرين، رايحين للماتش، في المعسكر مثلا، في فندق الاقامه، في صاله الجيم، اي لعيب محتاج اي حاجه. الجماهير مش رايحه بس تشجع وتساند، لا والله يا جماعه انا شفت ناس والله بتفضي نفسها فترة الأسبوع أو العشر أيام اللي فيهم الأهلي موجود، في مثلا في النمسا، في جنوب إفريقيا، في تونس، في المغرب، موجود بس لخدمة النادي الأهلي، النادي والمكان اللي بيشجعه، فعايز يكون موجود معاه. أي حاجة أنت محتاجها الراجل بيوفرها. ما بالك كمان بقى لما بتروح في أفريقيا، بتروح الكاميرون، بتروح الكوت ديفوار، بتبقى فيه معاناة في حاجات كتيرة قوي، بتلاقي الناس موجودة. يعني أنا فاكر في مرة من المرات عدد من الموظفين والعاملين في شركة المقاولين العرب شغالين عندهم، يعني منشغلين بحاجات كتيره جدا، بيفضي نفسه وقت سفر الاهلي او اقامه الاهلي في الكاميرون مثلا وموجود مع الاهلي. الجهاز الفني محتاج حاجه، خطوط تليفون، مشكله في الانترنت، مشكله مثلا في بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالمواد الغذائيه، نتيجه طبعا انتوا عارفين الدول الافريقيه بيبقى فيها بعض المشاكل اللي زي دي، التنقلات، العربيات، السيارات قليله، الناس بتبقى حريصه تكون موجوده مع الاهلي. فدي لقطه كانت مهمه جدا، لازم نتكلم على دور جمهور الاهلي لما بيكون الفريق متواجد في اي مكان. الجهاز الفني على فكره مجرد ما وصل النمسا عارف برنامج الفريق من النهارده لغايه يوم العوده يوم 6/9، في جدول، في جدول بالكامل الجهاز الفني محضره عشان الفتره اللي جايه. النهارده تدريب استشفاء بسيط، بكره تدريب صباحي مسائي، بعده تدريب صباحي مسائي، مثلا في مباراه وديه يوم الاربعاء مثلا، يبقى تدريب الثلاث تدريب خفيف والمباراه الاربعاء. لو المباراه يوم الخميس تدريب الاربع يكون تدريب خفيف والمباراة يوم الخميس. برنامج بالكامل معد ومجهز من مارسيل كولر وأفراد الجهاز الفني المعاون لغاية ميعاد العودة يوم 6/9. فنتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذا المعسكر، كل اللاعبين بلا استثناء موجودة في المعسكر عشان تستعد للموسم الجديد. ما شفناش الأجواء دي من حوالي 3-4 سنين، يعني آخر معسكر للأهلي كان في أسبانيا للأسف، بعدها كان في ضغوط وكان في ماتشات وكان في التحام في المواسم، مواسم كلها مكملة في بعضها، ما كانش فيه حتى يعني فرصة اللي انت تلتقط الأنفاس. الموسم اللي فات يعني لما حسيت ان الدوري رايح في سكة معينة خدت قرار وقلت أجازة للتشكيلة الأساسية والفريق الأول، ريحوا أجزوا، النتيجة ان الفريق خد 5 بطولات الموسم الحالي. فبالتالي نفس الأمر، خلصنا الموسم الحمد لله في أول 8، خدنا أجازة 3 أسابيع، فترة إعداد واستعداد للموسم الجديد، وعلى بركة الله تبدأ من اليوم، وكل التوفيق يا رب للأهلي في بداية المشوار أمام اتحاد العاصمة الجزائري. دي كانت جزئية أولى متعلقة بمعسكر فريق النادي الأهلي.